معايا طبعا النجم الكبير الكابتن رمضان السيد نجم النادي الاهلي الاسبق. برحب بيك كابتن رمضان. الله يخليك يا اسلام. كابتن رمضان، الدوري اشتعل؟ الدوري مش اشتعل، الدوري ولع خلاص. طبعا طبعا. المباريات هتبقى اصعب اكتر ما هي صعبه، الضغوط يعني هتبقى اكبر، وكيفيه تعامل الاثنين المدربين ونصيحه حضرتك. طبعا انت تتمنى طبعا ان النادي الاهلي يكسب او ياخد بطوله الدوري، لكن بنظره كمدير فني وكخبير كروي كبير، يعني شايف كيفيه التعامل هنا او هنا يكون ازاي؟ وهل زي ما بيتقال ان الدكه الافضل او البدلاء الافضل هو اللي هيكون ليه دور في حسم بطوله الدوري؟ قبل الدكه حقيقه الاسلام، الحقيقه انا عاوز اتكلم في نقطه مهمه جدا. اتفضل. الخمس مباريات اللي جايين، اللعيبه اللي هتقدر تتحمل ضغوط الخمس مباريات من الفرقتين، يعني لو لعيبه النادي الاهلي او لعيبه نادي الزمالك اللي هيتحملوا نتيجه، انا في رايي دي اصعب فتره مثلا في تاريخ كل لعيب فيهم. انت بتتكلم على 30 لعيب هنا او 30 لعيب هنا، فتره صعبه جدا جدا جدا. مين اللي هيقدر يتحمل الضغوط دي؟ اعتقد ان هو هتبقى فرصته ان هو ممكن يحسم الدوري، لكن هو الدوري مش هيتحسم الا زي ما قلت قبل كده في الثواني الاخيره من المسابقه الحقيقه. يعني احنا كنا يمكن في سنوات كنا بنقول مثلا ايه في الاسابيع الاخيره، بالظبط في الاسبوعين في الاسبوع الاخير في الاسبوعين الاخرين، لكن لا، ده هي في الثواني الاخيره الحقيقه هتتحسم. وطبعا الامور صعبت جامد جدا على النادي الاهلي دلوقتي، لعيبه النادي الاهلي والحقيقه موسيماني صعبوا الامور بشكل كبير جدا، لانك انت في خلال الفتره اللي فاتت الحقيقه في قبل الاربع مباريات الفوز اللي هم عملوهم في اخر اربع مباريات، لا كان في نتائج سلبيه ونتائج ما كانش مفروض ان النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي او الجهاز الفني للنادي الاهلي يفرطوا في عدد النقاط دي. لكن طبعا دلوقتي النقاط بقت بصالح، ان لو ده كسب وده كسب تبقى في صالح الزمالك باثنين بونت، اعتقد دي هتصعب الامور على الفرقتين في خلال المرحله اللي جايه. لكن انا مباراه النهارده اسلام الحقيقه يعني جزء كبير منها الحقيقه بيتحملها موسيماني النهارده، من الماتشات الغريبه جدا. انا النهارده عندي طاهر، محمد طاهر اولا كان عنده اصابه يعني في كتمه في صباعه وحاجه خفيفه جدا، وهو اساسا راجع من طوكيو وراجع فت ولعب اغلب المباريات هناك، فخلاص انت ممكن تبدا بيه بدل ما تبدا باجايل عنده وزن زايد وواضح جدا لكل الناس الا لموسيماني الحقيقه. اجاييه عنده وزن زايد واضح جدا، الحركه بتاعته تقيله جدا، الرشاقه اللي هو كان مميز بيها لا مش قادر يعملها الحقيقه. فاعتقد ان هو لو كان بدا بطاهر، محمد طاهر وحسين الشحات وقفشه ومحمد شريف، يعني هو ده التشكيل اللي كان المفروض يبدا بيه. انا ما اعرفش ليه هو بدا باجاييه الحقيقه. الحاجه الثانيه يا اسلام، برضه هو ادارته لل 90 دقيقه النهارده من اقل مبارياته اداره لل 90 دقيقه، لانك انت النهارده انت كنت مسيطر في الشوط الثاني ومفيش عندك اي مشاكل خالص، ولعبتك منتشره بشكل كويس قوي. كان انت بتغير اجاييه بحمدي فتحي ليه؟ يعني ما التغييره دي ما كانش ليها اي لازمه. انت كنت تغير اجاييه بطاهر محمد طاهر وخلاص، زي فرقتك الحقيقه ده عندك الجنبين معمولين بشكل كويس، حسين الشحات وطاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر الحقيقه يعني انا هو لعب مثلا في حدود تلت ساعة 25 دقيقة، أنا بعتبره أفضل لعيب في النادي الأهلي النهاردة، لأن منتج جدا 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 وعمل الحقيقة أسيست لصلاح محسن وعمل أسيست الحقيقة لبواليا كرات كتيرة جدا 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 الحقيقة. هي يمكن مباراة الأهلي والإسماعيلي امبارح كان يمكن إيهاب جلال كمان تعامل فيها بذكاء في الشوط الثاني تحديدا يا كابتن رمضان، ولا عدم التوفيق وغياب محمد شريف كان ليه الدور الاكبر اللي خلى الاسماعيلي يتعادل مع النادي الاهلي؟ ثلاث حاجات الحقيقه يا اسلام. اتفضل. يعني اولا احنا يمكن وانا مع عميد الصبح الحقيقه
في الاذاعه، قلت له ان ايهاب جلال عمل طفره كبيره جدا جدا، هو هي دي اللعيبه اللي كانوا بيصارعوا هبوط، خلي بالك مع ثلاث اربع مدربين الحقيقه، اذا كان مديرين فنيين اوروبيين، اعتقد هم نفس اللعيبه، لكن لا في تحول في ادائهم بشكل يعني ايجابي وبشكل كبير جدا. انت مدرب بياخد فرقه او بياخد لعيبه بتصارع هبوط، ان تعمل سبع فوز متتالي دي حاجه طبعا قويه جدا وتحسب لإيهاب جلال، يبقى دي حاجه من ضمن الحاجات السبب في نتيجه مباراه النهارده إيهاب جلال طبعا، وخصوصا الشوط الثاني. لكن الحاجه الثانيه كمان ان للاسف الشديد برضه في كرات كتيره جدا وفرص كتيره جدا ضاعت من لعيبه النادي الاهلي، يعني فرص سهله، يعني الفرص اللي جت الحقيقه لصلاح محسن يعني اسهل فرص جت الحقيقه في الشوط الثاني كلها جت للاسف لصلاح محسن، بواليه اداؤه غير الاربع مباريات اللي فاتوا اللي هو شارك فيها، يعني بواليه النهارده لا مش هو ده بواليه بتاع اداؤه في الاربع مباريات الاخيره. طبعا محمد شريف يا اسلام، محمد شريف خلاص لازم كلنا مسلمين ان هو افضل مهاجم في مصر، والحقيقه فرق مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا خروجه الحقيقه، لان اعتقد ان محمد شريف لو جات له الفرص اللي جات صلاح محسن في الشوط الثاني كان ممكن يحرز منها. هل الاهلي هيتاثر بالتعادل ولا لسه؟ اولا الدوري متبقي ليه خمس مباريات، لسه الاسماعيلي سوري الزمالك هيفقد نقاط، لسه الاهلي ممكن يقدر يلم نفسه ويقدر طبعا يحافظ على المنافسه على لقب الدوري. هو النادي الاهلي يا اسلام ما عندوش اي بديل غير ان هو يلعب لغايه اخر ثانيه في المباراه الخامسه، لغايه اخر ثانيه في المباراه الخامسه، وبعدين يشوف النتيجه. طبعا فارق كبير جدا ما بين الفتره اللي فاتت وانت بتلعب انك تكسب مبارياتك تحصد الدوري اذا كان بفارق الاهداف او اذا كان بالمواجهات المباشره، وفارق كبير جدا انت ممكن تكسب الخمس مباريات والزمالك يكسب، بديل مصعبه الامور، لكن هو ما عندوش بديل، يعني لا لعيبه النادي الاهلي ولا الجهاز الفني عندهم اي بديل غير ان هم يلعبوا لغايه الثانيه الاخيره ويكونوا محققين في الثانيه الاخيره دي الخمسه فوز، ويشوفوا نتيجه نادي الزمالك في الخمس مباريات عامله ايه.